بالنسبة للوصية لها شروط ثلاثة. أولاً أن يكون المال الموصى به حلالاً، فلا تصح الوصية بالمال المحرم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذا لابد أن يكون المال الموصى به حلالا، فإذا كان حراما كخمر مثلا أو غيره فإنه لا يجوز ولا تصح ولا تقع. الشرط الثاني أن تكون في ثلث المال فأقل، فلا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. وهل تبطل؟ قولان، يعني لو أن شخصا أوصى لغير وارث بنصف ماله، إذا زاد على الثلث، أو أوصى بالثلثين مثلا، ففريق من أهل العلم ذهبوا إلى بطلان الوصية لأنها افتقدت إلى شرط من شروط صحتها، والقول الثاني قالوا بصحة الوصية والرجوع إلى الثلث، وتبطل فيما زاد على الثلث إلا أن يرضى الورثة، فإذا رضي الورثة مضت، أما إذا لم يرضوا فتبطل فيما زاد عن الثلث. ولذلك كما ذكرت قبل قليل بأن أبا بكر أوصى بخمس ماله وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه الخمس، فإن خمسه لله. وكذلك هذا مروي عن علي. الشرط الثالث أن تكون لغير وارث، لا وصية لوارث، تكون لغير الوارث، أما الوارث فله نصيب.